السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل اللي بيشوفوني النهاردة. بإذن الله جايبة لكم فيديو جميل جدا هيفيدكم بإذن الله جدا ومفعوله سريع قوي. الوصفة اللي معايا النهاردة للتخلص من شعر المناطق الحساسة عموما، وكمان الشعر في الجسم كله، يعني مش في منطقة معينة، ازاي تتخلصي منه بوصفة متجربة وفعالة ومضمونة بإذن الله، وكمان مكوناتها بسيطة وإن شاء الله موجودة عندك في البيت، مش هتكلفك حاجة واقتصادية جدا. قبل ما أقول لكم الوصفة وطريقة تحضيرها، عاوزة أفكركم اللي أول مرة يشوف القناة ما ينساش يدوس على زر اشتراك وكمان يدوس على الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة بإذن الله. ولو سمحت ما تنساش تدعم الفيديو والقناة باللايك عشان كل الناس تشوفه وتستفاد منه بإذن الله. مكوناتي زي ما انتوا شايفين معايا كده، هي معلقة من الملح، ملح الطعام العادي، وكمان زيت الزيتون. حتى هيقول لي ينفع حاجة غير زيت الزيتون؟ لا مش هينفع يا جماعة، لازم يكون زيت زيتون. اول حاجة طبعا معلقة الملح كده، وهناخد عليها معلقة زيت زيتون. زي ما انتوا شايفين معايا كده معلقة كبيرة من الزيت. كده بالطريقة دي، وهتبدأي طبعا تخلطي الزيت مع الملح. هتستخدمي الخلطة بتاعتي دي ازاي؟ هتستخدميها طبعا بعد ازالة الشعر، لازم يكون الشعر متزال يا جماعة، ويكون متزال بأداة يعني، او بطريقة من الجذور يعني السويد او الشمع، اي حاجة بتزيله من الجذور. بعد ما تخلصي ازالة الشعر خالص، بتبدأي توزعي الخلطة بتاعتي دي، طبعا هي بتبقى محببة كده يعني زي السكراب بالظبط. هتبدأي تحركي، تاخدي منها بايديكي وتحركي على المنطقة كلها، على اي منطقة زي ما ذكرت، المناطق الحساسة، الجسم كله، وتسيبيها من 5 دقايق لتمن دقايق على جسمك. وبعد ما تحركيها كويس وتسيبيها 8 دقايق، تشطفيها وتكرري الموضوع ده من اسبوع ل15 يوم بعد ازالة الشعر. طبعا هتلاقي ان الشعر بدأ يقل جدا، ولما تعمليها تاني تزيلي، ترجعي تزيلي الشعر تاني بعد 15 يوم، وتعمليها باذن الله في خلال مرتين يعني من استخدام الوصفة دي، مرتين يعني ال15 يوم الاولانيين وبعد كده 15 يوم تاني، هتحسي ان مش موجود خالص في الاماكن دي شعر، غير حاجة بسيطة جدا، مع الاستمرار هتلاقيه اختفى باذن الله. هتعجبكم جدا لو جربتوها، يا رب تجربوها، وطبعا تقولي لي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكل اللي بيشوفوني النهاردة بإذن الله. جايبة لكم فيديو جميل جدا بإذن الله هيعجبكم، هو عن تكثيف الرموش وكمان الحواجب. الوصفة اللي معايا النهاردة تقدري تستخدميها لحواجبك طبعا ورموشك، ممتازة جدا، في خلال 3 ايام بتحسي بتحسن او تكثيف في رموشك وحواجبك، وطبعا مع الاستمرار بتخلي رموشك وحواجبك يبقوا تقال، وكمان الكثافة بتاعت الشعر بتبقى اكتر بكتير. قبل بس ما افوت على الفيديو، عاوز اقول لكم اللي اول مرة يشوف القناة ما ينساش يدوس على زر اشتراك وكمان يدوس على الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة باذن الله. ولو سمحت ما تنساش تحط لايك للفيديو. طبعا مكوناتي بسيطة جدا، هما مكونين بس، وطبعا هايلين جدا لتكثيف الشعر. اول حاجة هو فيتامين اي طبعا، او فيتامين ه زي ما انتوا شايفين معايا، ده الالف جرام. لو عندك مثلا اللي هو 500 خدي كبسولتين، انا هاخد كبسولة واحدة من فيتامين ه او فيتامين اي. بتقصيها بالطريقة دي طبعا كده،
او حتى بدبوس. زي ما انتوا شايفين معايا كده، وبتفضيها